واحنا بنرجع للكتاب، عايز اسال حضرتك واحنا بناخد يعني رصد سريع، لان صعب نختزل تاريخ البشريه في عدد من الصفحات، لكن على اي اساس انت فكرت تكتب الكتاب ده؟ هل من زوايا تاريخيه، انسانيه، اجتماعيه، دينيه، يعني سياسيه؟ والله هو كان الاساس هو استخدام منهج التاريخ الكبير اللي هو بينظر الى تاريخ الانسان في علاقته حتى بالكون نفسه. ومن بدايه هذا المنهج بيبدا التاريخ من 13.8 مليار سنه، دي لحظه اللي هي لحظه الانفجار الكبير، بيعتبر ان هو دي البدايه، مش حتى بدايه ولا بدايه الانسان ولا بدايه الزراعه ولا المدنيه والحضاره، ولكن هي بدايه التاريخ الكبير باستخدام هذا المنهج، يعني اللي هو بيمزج ما بين الفيزياء والكيمياء والبيولوجي. ليه؟ لانه هقول لحضرتك مثلا، احنا اغلب الحاجات اللي احنا بنستخدمها على الارض هي معادن. من اين جاءت المعادن؟ من انفجارات النجوم. إذن هذه انفجارات النجوم التي حدثت منذ مليارات السنين هي معنا إلى اليوم في صورة ذهب وفضة. ربما يدهش الواحد لما يعرف أنه الله، طب ليه الذهب غالي؟ الذهب غالي لأنه نادر، يعني هو كل الذهب اللي موجود على الأرض ده ما يجيش حوض حمام سباحة مثلا. طب لماذا الذهب نادر؟ لأنه ظروف تكوينه في النجوم يحتاج إلى حدث سوبر نوفا نادر، أو اصطدام نجمين، أو سوبر نوفا، أو يعني انفجار نجم، وبالتالي ظروف تكوينه يمكن أندر من الفضة، لهذا الفضة أكثر انتشارا على الأرض. يعني هذه الأمور اللي هي بتصنع حياتنا اليوم بدأت منذ مليارات السنين. المسرح نفسه، التاريخ الكبير ما بيهتمش فقط بالإنسان كبطل القصة، وهو طبعا بطل القصة، ولكن أيضا بالمسرح الذي ظهر عليه الإنسان، الكون والمجموعة الشمسية والشمس، ويبحث ليه علاقة الإنسان بالشمس التي منحته الطاقة. تعالى نذهب أستاذ جمال نقطة أخرى، وهي الحرب. امتى عرفت البشرية الحروب؟ يعني هي مفروض قاعدة بتحارب الحيوانات المفترسة اللي ممكن تفترس، اللي خلاها تعتدي على بعضها، يعني البشرية، الإنسان يعتدي على الإنسان. ما هو أكيد في حد فكر، يعني أكيد حد شرير في يعني هو الإنسان، هو الصيد علمه أكيد هذه، يعني غالبا هو تعلم يعني فكرة الحرب من الصيد، لأنه الصيد طبعا عشان الانسان، عشان الحيوان لما بيجي يصطاد، الحيوانات المفترسه بتستخدم، بتصطاد ازاي؟ بتهجم على الفريسه بالانياب والمخالب، وتفترسها بانيابها وبمخالبها. لو بصينا لايدينا وما عندناش هذه، ما عندناش لا اظافر ولا انياب ولا كذا، نعم، وبالتالي نحتاج ان احنا نضرب الحيوان من بعيد. وهذا هو تعريف السلاح، نصنع سلاح معين نستطيع ان احنا نصطاد به الحيوان. اول ما واحد وصل للفكره دي غالبا نبتت في ذهني فكره شيطانيه اخرى، ان هذا السلاح يمكن ايضا ان يستخدم في قتل الانسان. الحروب جزء من تاريخ البشريه، يعني طبعا هو، يعني كنت بس عايز اقول لحضرتك ان الصيد كمان هو عمل جماعي، وهو دي تعريف الحرب، انه عمل جماعي يمارس يعني الانسان. يعني اظهر الحروب تطور للصيد فيها الجزء ده، لان الصيد ما ينفعش الا جماعي، وهو اللي علم الانسان استخدام العنف بشكل جماعي منظم. وهو ده تعريف الحرب. تعريف الحرب هو مش شيء غير الخناقه. الخناقه يعني عنف مش منظم، زي الحاجه اللي بنشوف خناقه في الشارع مثلا. الحرب هي عمليه منظمه غايه التنظيم. ده الفرق الأساسي، إنه في تنظيم لعدد كبير من البشر لمهمة، هي مهمة قتل عدد آخر، يعني من بشر آخرين. فالحرب طبعا أكيد، يعني ربما إن هي بدأت مع من فترة قديمة جدا، ولكن يعني الحروب وعنفها زاد أكثر لما صار عند الإنسان ما يخشى عليه وملكية، يخاف عليه.